هي ظاهرة سيئة، الشر لابد منه إذا بدك تقولي، بس هي نوع من ال أو أعرف إذا بتقولي ترفيه عن النفس، ترويح عن النفس. وين ما تروح أصبحت عادة ظاهرة في جميع المجتمعات العربية خاصة. أوقات فراغ بتبقى كتيرة يعني شوي، ما فيش أنشطة تانية ممكن الناس تعملها، فبتضطر إنها تنزل تقعد على القهوة، والأرجيلة أكتر حاجة منتشرة يعني. الأرجيلة كنت أشرب كل يوم بكرة وعشية. It's nice, it's fun. يعني بتقطع وقت خاصة بعد الشغل، بعد بتقعد مع الأصحاب تعمل أحاديث تلعب شدي. بس صار لي خمس شهور موقف أرجيلي لأنه تعبت، يعني بتعب الصدر. ولا حاجة، كل نقطة بس إن إحنا بنبقى عندنا وقت فاضي شوية بعد يوم تعب كتير، نقعد مع بعض أصحاب، الطاولة بقى والأرجيلة ومش أكتر من كده. بس إحنا عندنا في مصر اسمها شيشة بس. الأرجيلة صارت أكتر من ظاهرة، صارت جزء من حياة الناس. هلا الناس إذا في المطعم اللي رايحينه ما في أرجيلة ما بيروحوا، فصارت أرجيلة جزء من المينيو إذا بدك تبع الناس وين ما تروح. وانتشرت هاي الأرجيلة حتى في المجتمع الغربي، يعني إحنا تمكننا من إنه نصدر هذا الإصدار كأرجيلة للمجتمع الغربي، بغض النظر كان سلبي أو إيجابي، لكن استطعنا في بعض الأحيان إنه نخلق شيء من ولا شيء. بغض النظر عن سلبياتها الموجودة للصحة العامة، إلا أنه الأرجيلة أصبحت وين ما يتواجدوا أي عائلة أو أي فاميلي متواجدة دائما. الشباب كلهم اللي بيأرجلوا بحاول أقنعهم أنه ما يأرجلوا. الشباب بعد ما يأرجلوا بصير الواحد فيهم مش قادر يترك الأرجيلة، يعني بأرجل يومين ثلاثة بصير لازم يرجع يأرجل اليوم اللي وراه. إلها عادات سيئة على الصحة، على العائلة، لأنه اللي بتعود يأرجل برا إلا يشتري أرجيلة يأخذها على البيت، بيصير في البيت مدخن وبرا مدخن، بيطلع من البريك بالشغل لازم ياخذ ارجيله، فبصير القصه ادمان. اولا اهلاك للصحه، اهلاك للجيب لانها صارت مصروف. اللي في مكان زي هذا اللي بيصرف ارجيلتين يعني بحكي له ب 600 60 70 درهم باليوم. السبب الرئيسي اللي خلاني ارجل هو صديقي عبد الله. بصراحه انا بحياتي ما عرفتها قبل ما اعرفه، فهي فعليا مرتبطه قد ما بعزه بعز الارجيله صرت، وبتمنى اني اخلص منها صراحة، أنا أخلص منه. يعني الأكيد بهالتقرير مقبل ما حدا من اللي سألناهم سأل شو يعني أرجيلة. الكل بيعرف أرجيلة. الأرجيلة 2 بليون من البشر في العالم بيعرفوا شو هي الأرجيلة، ويمكن يكونوا استعملوها شي نهار وجربوها. كيف أصبحت الأرجيلة ظاهرة اجتماعية في المدن العربية؟ وما هي مخاطرها الحقيقية التي يتجاهلها الكثيرون؟ يمكن يجهلوها أو يمكن يتجاهلوها، لأنه أحيانا نعرف خطر الشيء ولكن نفضل أنه ما نعرفه أو نوحي أنه ما بنعرفه حتى نستمر في الغلط. حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور خالد عيضة الجابري، مدير إدارة الأمراض غير السارية في هيئة الصحة في أبو ظبي. أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن الأرجيلة، عم نحكي عن ظاهرة اجتماعية كرمالها عم تاخذ نجاح أكثر، وأكسسوارات جديدة تضاف لها، وناس جديد يبدأوا في استعمالها وتعاطيها. كيف بتفسر انتشار هالظاهرة؟ والله للأسف هي كظاهرة ظاهرة، أنا أشوفها ظاهرة صراحة جدا فيها ضرر على الإنسان بشكل عام. مثل ما ذكرت هذه ظاهرة منتشرة بشكل كبير. للأسف الحين مع قدوم شهر رمضان بعد نفس الشيء الناس يحبون أنهم يتعاملون معها بشكل كبير. أنا تفسيري للموضوع أن بالنسبة للتدخين اللي أول كانوا الناس متعودين عليه اللي هو تدخين السجاير كان شيء منتشر، فالحين تقريبا اللي يدخنون صاروا شوية منبوذين، فتحولوا الناس إلى طريقة ثانية أو طريقة أخرى، من ناحية أنه يحسون أنهم جالسين مع بعض كجروب، وفي نفس الوقت أنه يقول لك نتسلى. المشكلة أنه كتبغ ما يذكرون، حتى لما يتكلمون عن الشيشة ما يقولون أنه فيها التبغ، فيها النيكوتين، فيها شغلات أكثر. مثل ما ذكرت قبل شوية يتكلمون على أنها فواكه وتفاح وما أدري، يعني كلها شغلات كأنه ما يذكرون أبدا أن المشكلة نفس المشكلة موجودة حتى في الشيشة، فيأخذونها من ناحية اجتماعية أكثر من الضرر الكبير اللي ممكن تسببه. دكتور شو هي الأمراض يلي ناتجة عن الأرجيلة؟ أنا مركز عليك كثير اليوم في الخدمة. شو هي الأمراض يلي ناتجة عن الأرجيلة؟ ما هي الأمراض، أول شيء إذا بتتكلم عن الأمراض أي مرض لها علاقة بالنيكوتين، حتى الأمراض اللي لها علاقة بالزجاير موجودة مع النيكوتين مع الأرجيلة، لأن فيها كمية فيها كمية بالنسبة لك ما بنبلع نحن السجاير. لا، التدخين هو ما دام يدخل في الجهاز التنفسي فمضارة موجودة من ناحية كل المشاكل اللي احنا عارفينها.
احنا نعرف مثلا في منطقتنا ان من اكثر الامراض اللي منتشره مثلا اكثر سبب الوفيات وفيات اللي لها علاقه بامراض القلب والشرايين. لما تحط هذه الشغله مع التدخين تتضاعف اكثر واكثر. فلما نتكلم على اضرارها بشكل عام انواع السرطان بشكل مختلف نتكلم عليها. بالنسبه للبيوت اللي مثلا الواحد فيها يأرقل او يدخن اطفالهم يكونوا معرضين اكثر من غيرهم للاصابات وامراض الصدر. بالنسبه بشكل عام الحساسيه في الصدر بالنسبه كل هذه الامور لها علاقه بالموضوع. سرطان مثل ما يقولون عد ولا يعني بعد كبير بالضبط لا تحصى ولا تعد. يعني من السرطان اللي يبدا من الفم ومن الشفايف ومن اللسان الى السرطان اللي له علاقه بالكلى والمثانه والبروستاتا والقولون كل انواع السرطان لا سمح الله كلها لها علاقه بالتدخين. الارجيله في حد ذاتها بعد لها مشاكل ثانيه لانها عن طريق الرذاذ اللي ينتشر ممكن الواحد يتعرض لمشاكل للجهاز التنفسي لالتهابات التهاب الكبد الوبائي مش البائي الوبائي هذا بعد لها علاقة بالموضوع. وبعد بعض حالات السل الرئوي ممكن ينتقل عن طريق استخدامه. يقال أنه السل عفينا عفيكم الله طبعا بعد السجون اللي بينقل فيه هذا المرض بكثرة في الأرجيلة بتجي كمرتبة ثانية. نعم حتى لأنه يمكن روني رح يسأل أنه أنت بتشفط ما بتتنفس بس أحيانا حتى يحموا الأرجيلة بتتنفسوا فيها صح؟ فبيجي حدا تاني عادوا عبر هيدا معلم أرجيلة وقعدوا عليلي فكني بشغي على الفحم بس هو كذوم بعض المرات تحصل فيها أكثر من واحد اللي يستخدمونه في نفس الوقت على الأرجح هيك يكون للأسف هيدا تنخفف الضرر عنا شوي خفف كل واحد مش كل واحد يشرب ارجيله لحاله مش هيك نتقاسم معه والله اذا تبعها مني انا كدكتور في هذا التخصص وفي مجالي في هيئه الصحه وكدكتور غدد صماء وسكري لما تقول لي بنخفف انا اقول لك ما فيها ليفل معين او مستوى معين واحد يقول ممكن اني ارجل مره بالشهر او ان الحل ان الواحد يتوقف عن هذه الامور بالكامل. طيب دكتور لو انه عم نحكي شوي بالطب بس هيك مزدوجين صغار هل قد الضرر كثير كبير وهل قد الامراض عم نرجع نكتشفها يوم بعد يوم وهل قد الاحصاءات كثيره هل قد الظاهره هل قد كبيره ليه عندك الناس هل قد ما بتوقف لأكثر من سبب. اول شيء هم يفكرون فيها من الناحيه الاجتماعيه يقول لك احنا بنقعد مع بعض كجروب بس للاسف انه لو يفكر فيها من ناحيه الضرر يفكر فيها من الاسباب الثانيه يفكر فيها من فكره التبغ نفسه والنيكوتين الاضرار منه كثيره. لما الواحد يفكر في الارجيله من قاعتها على قولهم الى طرفها كلها لا سمح الله ممكن تكون فيها مشاكل غير التبغ غير كمية الرصاص اللي تكون موجودة بعد غير كمية الألمنيوم نفسه غير الفحم بعض المرات يكون فحم صناعي في مواد ثانية بعد ممكن تضر أكثر وأكثر فالأضرار ممكن تكون جدا كبيرة لا سمح الله يمكن أقلب معكم باستديو لا سلامتك بس لا العجل اللي عرفته أنه حتى التبغ نفسه فكرة أني أقول لك هذا معتق يعني في فطريات فاتوا فيه وعم يحكوا حتى في منهم بيستعملوا الحبر اللي بيستعمل بمطابع لي 100,000 كتاب بيحطوه حتى يغيروا لونه هو في أشياء كثيرة لها علاقة بهذا الموضوع غير موضوع المواد اللي تضاف له. المشكلة أن الناس ما يفكرون في مثل ما قلنا في الأول لما يتكلمون عن الشيشة يتكلمون على أنها تفاح ونكهة وكذا بس ما يفكرون في المكون الرئيسي اللي موجود فيها. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية أنت لما تفكر في في في, في الأرجيلة بشكل عام في لها مضاعفات كثيرة وفي لها مشاكل كثيرة. لما الواحد يأرجل على قولهم أو شيشة واحدة تعتبر كأنك مدخن من 20 إلى 30 سيجارة يعني بكت إلى بكت ونص تقريبا صحيح. فالكمية حتى تكون بجلسة بوقت أقل على وقت أقل وحتى أن الارتفاع بالنسبة للبيك أو المستوى في الجسم في الدم ارتفاع نسبة النيكوتين ترتفع بشكل كبير وبشكل سريع. طب دكتور على صعيد الصحة شو الفكرة أنه للشخص اللي بأرجل مرة بالشهر يعني بيك أقصى حد واللي بأرجل كل يوم ليش عم تقلنا أنه هيدول مثل بعضهم؟ أنا ما أقول إنهم مثل بعض. أنت لما تقول لي شو الأنسب وشو الأصح وشو الأسلم أنا بقول لك إن الواحد أبدا ما يأرجل أو ما يدخن. بس لما نتكلم على إن الواحد بيدخن 3 باكيتات في اليوم أو بيأرجل يوميا أو بيأرجل مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أنا بقول لك بالعكس أخف الضررين يعني أخف بس الأفضل من ناحية من مجال إن الواحد يوقف ويبعد عن الشر ويغني له مثل ما تقولوا. فكرة الماء في الأرجيلة الناس بتحس إنه هذا أكيد عم بيمسح كل شيء بالدخان وهيك عم بيوصل له شيء نظيف ونقي وفيه فواكه حتى إنه يمكن هالماء بيقولوا إذا حقنوا فيه فئران تجربة بيموتوا بعد 3 ساعات. المشكلة إنه في سموم في مواد ثانية في مواد من المواد اللي نفسها في الـ في الـ في التبغ وفي الخلطة اللي يسوونها عادة مع الفحم مع الأمور هذه كلها لما تنزل في قطران في لا سمح الله في بلاوي كبيرة صح. وفوق هذا لا سمح الله بعض المرات المي هذا ممكن تكون فيه أنواع من الفطريات فحتى الفطريات والمشاكل هذه ممكن تسبب مشاكل التنفس ومشاكل للشخص. على الصعيد النفسي دكتور ما في إيجابيات للأرجيلة؟
والله انا ما اشوف لها اي ايجابيه على اوكي على الصعيد الصحي يمكن والمرض. انت شو عم بتحس؟ لانه على لا كثير في كثير ناس بيقولوا لك انا مثلا ما بارجل مثلا كثير وكل يوم، ولكن انا بحب مثلا بالجبل، انا بحب على البحر، انا بحب وقت اكون مع اصحابي قاعدين من ارجل. يا اخي انا ممكن اسوي، في ناس بيقول لك هو عم بارجل يعني عم بيضرني اكثر فخليني ارجل. هو الضرر الواحد لما انت حتى لما تقعد مع الاشخاص المدخنين او اللي ارجلون او الشغلات اللي يستخدمون الشيشه، المشكله الضرر مش عليهم هم وبس، الضرر على كل المجموعة اللي حواليهم، والضرر حتى على الناس الثانيين اللي في البيت. الواحد يفكر من الناس اللي هو الضرر الثانوي أو المدخنين الثانويين، بس في أضرار ثالثية، في حتى المواد هذه ممكن تترسب على الأثاث في البيت، على الستاير، في كل مكان في الفرش، في مضارة كثيرة حتى على الشخص نفسه. بعضهم يكونون منبوذين للأسف بسبب المضاعفات. التدخين بيقولوا مثلا ما بيخليك تتعرض للباركنسون مثلا. والله هذه الاشياء انا ما انا دارس طب كمان. الامور هذه الواحد ما يذكر على شغله بسيطه وعلى استدي او دراسه صارت على خمس اشخاص او شغله يقول لك خلاص. والله في فوائد ملايين من الناس جدا في فوائد جدا، ما انا ما اقدر اقول لك ان في اي فوائد للتدخين، من اضراره جدا كثيره على الشخص، على المجتمع، على الاقتصاد بشكل عام، كلها اضراره جدا كبيره. طيب كيف بتفسر مثلا هالمراهقين اللي عم بيقبلوا على هالظاهره والنساء ايضا؟ النساء عاده ما بيهمهم بشرتهم، جمالهم، اسنانهم، واذ فجاه انتبهنا من 10 سنوات يمكن اقل شوي صارت الارجيله شيء بيستعملوا النساء كما الرجال. صح. كيف بتفسر هالشيء؟ هذه اصلا حتى احنا كنا مسوين دراسه من بين الدراسات اللي تسوت بالنسبة للجميع، الجميع القابلين على الزواج سواء مواطنين غير مواطنين من الذكور والإناث، كلهم في فحوصات تتسوى لهم بشكل عام. فمن بين الفحوصات هذه كنا نسألهم أسئلة على موضوع التدخين إذا كانوا يدخنون وكذا، مثل ما ذكرتي طبعا نسبة الرجال اللي يدخنون كبيرة، يمكن أكثر، يمكن الحريم ما بيقولون أن ندخن يمكن قبل الزواج وشغلات مثلها، بس في نسبة كبيرة، في نسبة يعني تقريبا حوالي 4% من النساء القابلات على الزواج كانوا يدخنون. الغريب كانت نسبة اللي يدخنون كتدخين سجاير أو الشيشة تقريبا نسبهم متقاربة، 1.5% أو 2% هنا و 2% في الجهة الثانية. بس لو الواحد يتكلم على مضار التدخين بشكل عام يعني حتى على الشخص، المضار بالنسبة لتغير اللون، بالنسبة للأطراف، بالنسبة لظهور التجاعيد، نظارة الجلد، كل هذه الأمور تتأثر غير الأمور اللي ذكرناها في الأول. أنا اللي بستغربه أنه كأنه وراء الأرجيلة أو شيشة لوبي بده إياها توصل بها، لأنه أنا بتذكر أنه المرأة اللي كانت بتأرجل كانت المعلمة، هذه في الصورة تبع المعلمة في المسلسلات والأفلام المصرية. صحيح. اللي بتكون شكلها شوي هيك غريب وهيك وإيه وأرجيلة. هلأ صايرة أكثر ناس كلاس، أكثر بنات عيال جميلات صغار شابات بيأرجلوا بكل بساطة. كيف صارت، كيف انقلبت الأرجيلة لتصير هيك؟ للأسف هذه فيها أكثر من كونسبت أو مفهوم. لو الواحد يفكر فيها من النواحي الاجتماعية، أو حتى لو أنا بفكر فيها من ناحية اقتصادية، يعني لما تشوف أن موضوع التدخين والزجاير شوية صار فيه نوع من التحكم وتقليل في الاستهلاك، والشخص اللي دخل تحس كأنه منبوذ، والقوانين الجديدة واللي تمنع التدخين في كذا وكذا، فالناس بدأوا يشوفون الالترناتيف. يعني حتى بقول لك مثلا تجار والجهات اللي مسؤولة عن صناعة التبغ بتتجه للجهات الثانية. الحين حتى الأرجيلة بدأت تظهر حتى في الدول الغربية. يعني احنا كنا نفكر انها بس في دولنا الخليجية والشرق الأوسط والمنطقة هذه، الحين حتى في الدول الأجنبية والغربية. شوف أجانب هون، أنا تبعت كثير أجانب وخاصة بدبي، نقعد بمحل مثلا مطعم عربي أو مطعم لبناني فيه أرجيلة، تطلع تلاقي أنه هذا الشخص أو هذه المرأة ولا ممكن تكون عم تدخن ولا كيف للأسف تعرف حدك تطلب هي وبتعرف كمان يعني منا. للأسف هذه حتى الحين قاعدة تتطور إلى شيء ثاني. إحنا مثلا عندنا في الإمارات بين الشباب مثلا، حتى شباب الإماراتيين، والحين حتى ظهرت في غير الإماراتيين، اللي هو موضوع المدواخة والبايب. فشوف التوجهات إنه هي مش منيحة أبدا، سهل وبسيط وسريع بس المشكلة التدخين والتبغ والنيكوتين والأضرار كلها نعم. موجودة. أصلاً اليوم اللي بده يطلع يسهر أو بده يطلع يحضر مقابلة كرة قدم بيدور على الأماكن المسموح فيها شيشة، وصارت مكسب لهالمقاهي والهالمطاعم. أنا لي نظرة مختلفة في هذا الموضوع. لما الواحد يفكر فيها من ناحية المكسب، في دراسات كثيرة تسوت على هذا الموضوع. أنا أفكر أن الناس اللي صدق بيجون هناك عشان يدخنون وعشان المجموعة كلها بيشيشون، بس أنت حرمت ناس ثانيين ممكن كانوا يجون كعائلة ويقعدون ويشوفون المباراة وما فيهم حد يدخن. بس لأنك أنت يعني واجد موضوع التدخين او موفر لهم اياه، فهم اصلا ما بيجونك. الدراسات بينت اصلا ان حتى من ناحيه اقتصاديه ان الجهات، حتى المولات، حتى المراكز التجاريه، حتى الجهات والمقاهي اللي ما فيها تدخين، من ناحيه اقتصاديه بالنسبه للبزنس بالنسبه لهم او شغلهم ابدا ما تاثر. اذا ما تحسن
ما نزل عن أول. فهذه دراسات عالمية موجودة ومثبتة أصلاً. نعم. ودكتور شغلي هيك شوي طبية كمان. في كتير ناس بيقولوا لك أنا بأرجل بس وقفت. قد إيه بده وقت الجسم من دون تدخين أرجيلة عم نحكي تينضف يعني تينشال منه هالميكروبات كلها؟ السؤال جدا مهم. صراحة في بعض الأعراض البسيطة ممكن الواحد يقدر يتشافى منها أو يتعافى منها تدريجيا حتى مع مرور الأيام. يعني أيام قليلة ممكن الواحد يبدأ النرفزة الأمور هذه كلها. الواحد اللي يتكلم على موضوع زيادة الوزن بالتدريج شوي شوي هذه الأمور كلها تتحسن. بس عادة أكثر الناس يقول لك شهرين إلى ثلاثة شهور تكفي إن الواحد يحس إنه خلاص cleaned up. نظف صدره بالضبط. بس كمضاعفات ثانية تحتاج إن الواحد يوقف فترة أطول عشان يبعد عن المضاعفات الثانية اللي لها لا سمح الله مشاكل لها علاقة بالسرطان والأمور الثانية هذه كلها. مشكلة بعض المرات للأسف أنا أشوفها حتى عندنا بالنسبة كأطباء، أنا ما بغلط في دكاترتنا وأخواننا وكذا، تحس إنه مثلاً واحد يجي ويقول لك خلاص أنا حوقف التدخين، جاي رمضان حوقف التدخين، وتشوفه رمضان اللي بعده رجع يدخن. كيف يا أخي؟ أنا قدرت أثبت لنفسي إني أقدر أوقف متى ما أبي يعني وأرجع متى ما أبي. أنا عندي الإرادة والقوة. يا أخي ما دام عندك الإرادة وقف وكمل. هلا الأرجيلة أفضل من السيجارة. السيجارة رجعنا لنفس القصة. الأرجيلة فيك توقفيها بس السيجارة خلاص شغلة. الإدمان موجود فيهم كلهم سبحان الله. من بين الأشياء اللي معروفة أن واحد من كل أربع أشخاص ممكن يدمن الهيروين من اللي يتعاطونه، بس واحد من كل ثلاث أشخاص يدمن النيكوتين والتدخين من اللي يتعاطونه. يعني حتى الإدمان بعد فيه مشكلة. وبعدين الشيء اللي كان حلو بالأرجيلة أنه قليل لا تحصلها، يعني بالبيت ما بيكون مزم. عندك بجيبتك ما عندك بالسيارة. صار ما شاء الله ديليفري فيه على البيوت أرجيلة. الأرجيلة اللي بالشنطة بتاخدها وين ما بتروح موجود. والأرجيلة الإلكترونية هاي شو قصتها بلبنان اخترعوها؟ ما بعرف سمعت عنها أنه على أساس هي ما فيها نار ما فيها جمرة فيها بس دخن. مثل إيه دخن بتطلع. أنا ما أعرف عنها كثير، بس اللي أشوفها مثل موضوع السيجارة الإلكترونية. لما كانوا يتكلموا عن السيجارة الإلكترونية للأسف ترى فيها نيكوتين، فيها شغلات ثانية. صدق إنه ما فيها دخان بس الضرر موجود. فيعني الكونسبت متغير. حتى هذه السيجارة الإلكترونية ممنوعة في أكثر الدول مانعينها، لأن أول شيء الهبت أو العادة موجودة، فالواحد يمسكها. إذا اليوم ما حصلت إلكترونية برجع بدخن سيجارتي العادية، فيعني الضرر موجود للأسف. والأشياء مثل أنا أذكرها كنوع من التلاعب او الحيل المختلفه اللي يسوونها، بس الضرر للاسف موجود. ان شاء الله قدرنا نقنعك شوي. انا مقتنع. لا ما هي الفكره انه انا مقتنع، وانا ماني من الاشخاص يعني لا عندي قهوه ولا لازم اشتغل على الارجيله، بس انه من محبي او من مؤيدي يعني ما لنا شغله عيبه يعني ابدا، بس انه مثل الاشخاص بدخنوا في اشخاص بارجلوا وهيك من ايدها للفكره. بس لا لا انا ما ايدها، ما انا مجرمين ولا شيء. لا احنا ما تكلمنا في الضرر، بس الضرر والله الضرر، لان الضرر على المجتمع ضرر جدا كبير. وليك من قلبه الزلمه عم بينصحك. شكراً دكتور خالد عودة الجابيري على هذه المشاركة. نبقى الآن مع فاصل قصير. أنا هنا ونعود، فابقوا معنا.